سلامة، أهلا وسهلا فيكن مع رينيو. مثل ما قلنا لكن رينيو راح تعلمكن لغات ولهجات الحضارات القديمة، فلهيك تفاعلوا معنا وشوفونا دائما. اليوم درسنا راح يكون بالسورة وراح نحكي عن الأسرة. الأسرة أهم عنصر بالمجتمع. راح نبلش بالأب. أب يعني بابا، بابي تقريبا الكلمة عالمية. ابن يعني برونا، برونا. بنت يعني براتا، براتا. جدي أو جد، لا تروح لا يمين ولا يسار، ساوي، ساوي يعني جد. جدتي يعني سوتي، سوتي. أخي يعني خوني، خوني. أختي أو أخت يعني خاتي، خاتي. أكيد عم تقولوا لي نسيت الأم. أكيد رينيو ما رح تنسى الأم وقرب عيد الأم. يما إيداخ بريخة، أمي كل عام وأنتي بخير. ينعاد عليكن وعلى جميع أمهات العالم. هاي معايدة خاصة منا من رينيو. اليوم تعلمتن مع رينيو أفراد الأسرة وتعلمتن تقولوا يما إيداخ بريخة. تفاعلوا معنا، اشتركوا بصفحة رينيو. أشوفكن الدروس الجاية. باي.